يعني هو الأكيد طبعا إن إحنا كلنا استمتعنا بجرعة كرة قدم حقيقية، لأنه في كرة قدم حقيقية وفي كرة قدم مش حقيقية، لكن كرة قدم حقيقية على مدار بطولة كأس العالم. ويمكن اللي مزود فرحتنا أو مزود إحساسنا بالرضا وبالفخر في نفس الوقت أكتر من حاجة، أكتر من سبب. واحد، سواء كنت مع او كنت ضد فكره انه قطر تستضيف كاس العالم، لكن ما تقدرش تنكر في النهايه انها نجحت نجاح مبهر في استضافه البطوله، وكتير وصف النسخه دي انها النسخه الافضل تنظيما والنسخه الافضل امتاعا والنسخه الافضل اثاره على مدار تاريخ بطوله كاس العالم الممتد ل 92 سنه. الناحيه الثانيه انه كمان الفريق الوحيد اللي قدر يكسب بطل العالم هو فريق عربي، منتخب السعوديه كسب الارجنتين في نفس البطوله. والحاجه الثالثه اللي اسلجت صدورنا الحقيقه وشرفتنا ورفعت راسنا هي مشاركه المغرب الرائعه في البطوله وانجازها العظيم بانها تلعب العلامه الكامله، تلعب 7 مباريات في بطوله كاس العالم، وده العدد الاقصى من المباريات اللي تقدر توصل له في البطوله، وحقق المركز الرابع. فبالتالي في حاجات كتيره جدا، لكن في كمان كتير من الدروس المستفاده اللي يهمنا ان احنا نقف عندها فيما يتعلق بكرة القدم، فيما يتعلق بالتخطيط، فيما يتعلق بتحديد الأهداف، وده اللي هنتكلم عليه مع طبعا ختام كاس عالم للمنتخبات، رايحين على كاس عالم للأندية بمشاركة الأهلي اللي دايما مشرفنا ودايما مشرف الكرة المصرية والرياضة المصرية. هنتكلم مع نجمنا النهاردة وضيفنا في السادسة النجم الكبير وكابتن مصر والنادي الأهلي كابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الخير وأهلا وسهلا بيك. أنا بحضرتك ربنا يخليك. سعادة بالغة من كابتن عمرو وهو داخل الاستوديو عشان الأرجنتين كسبت زي ما قال معانا في حلقة قبل كده، منور الدنيا كابتن عمرو. أقول لك مبروك، يعني أقول لك مبروك، بس يعني هقول لك مبروك فاز من لا يستحق. هقول لك على حاجة ممكن هنقولها مبروك، إن إحنا كلنا متعاطفين مع ميسي، إن هو نهايته يعني الكروية. أنا قلت حسيت إنه يعني كنت بقول في بداية الحلقة إنه ويبدو إنه حالة التعاطف مع ميسي بالزبط أكبر من حالة التعاطف مع الأرجنتين نفسها. في ظل إنك أنت لو شلته من الفرقة مش هتحس إن فرقة الأرجنتين، مع احتفاظ إن دي ماريا يعني طبعًا كارت طبعًا كبير طبعًا لعب بيه سكالوني بأداء أكثر من رائع، يمكن هو ده اللي غير موازين الاهداف اللي كانت الارجنتين كسبانه. هتكلم معاك عن الماتش امبارح، بس هو الحقيقه هو ميسي هو نجم الارجنتين الاوحد. يعني انا طبعًا كنت بتكلم انه لو سالت اي حد النهارده على منتخب الارجنتين باستثناء ميسي ودي ماريا ولوتارو مارتينيز ما تعرفش حد تاني من الاسماء اللي موجوده في الملعب، وما فيش لعيب تقيل يلفت نظرك، يعني ما فيش سكواد تقول انه السكواد ده يقدر ياخد البطوله من البرازيل، يقدر ياخد البطوله من انجلترا، يقدر ياخد البطوله من فرنسا قبل البطوله. سيبك من النتيجه النهائيه، لكن بتكلم على مستوى السكواد، بتكلم على العناصر، على مش هتخرج بره 4 لعيبه، يعني 4 5 لعيبه بالكتير بالظبط باستثناء ميسي. لكن ميسي هو كان عنصر الحسم طول البطوله بقى، يعني بتكلم على ماتش النهائي. دي ماريا خد جانب شويه من حته معينه، اللي هو الفكر بتاع سكالوني ان هو ما كانش موجود ولعب ال 68 دقيقه اللي هو لفت انظار الناس كلها باحرازه الهدف والثرو باص اللي عمله لميسي، ده كويس جدا. فرنانديز الناشئ ده يعني هو ده لعيبه نص الملعب، رودريجو دي بول ده حاجه، يعني هقول لك دول الرمانة الميزان للاعيبه مولينا الأرجنتين. مولينا لغايه الهدف التعادل ضربه الجزاء اللي اتعملت التالت قبل ما يغير التالت، حادد من خطوره امبابي بكتير. بص يا استاذ احمد، مجمل الكلام ارجنتين نسبه وتناسب، معظم الناس كانت بتتكلم 70 30 80 20 ان الارجنتين شكل الموضوع. احنا بقى تعاطفنا باسلوب تاني اما جت كل البطوله والسعوديه كسبت. طيب لما تحسب ان دي ممكن تكون هي دفعه وتغيير حسابات سكالوني ممكن جدا طبعا هي يعني دي حطته في حته وحطت المغرب في حته، ادت احترام لامكانيات العرب اللي موجودين او الافريقيه اللي كانت مشاركه، بس المغرب فاهم درس، فاهم تخطيط، فاهم اسلوب، وصل لاعلى درجه في المباريات، 7 مباريات ان يوصل من ده حصل في تاريخ المغرب. بس انا عارف حاجه برضو لما بنتكلم على البطوله اخيرا، يعني هي ماتش فرنسا الارجنتين بس بتجيب الرانك التصنيف العالمي لافضل المنتخبات، واجي ابص على 10 الاوائل فالاقي منهم الارجنتين، الاقي منهم البرازيل، الاقي منهم اسبانيا، الاقي منهم المانيا، الاقي منهم انجلترا، فرنسا، المنتخبات تمام خسروا امام صغار اللي بيتقال عليهم منتخبات صغيره قبل البطوله، البرازيل، فرنسا، المانيا،
اسبانيا، البرتغال، بلجيكا. دول 7 منتخبات من افضل 10 منتخبات على مستوى العالم. تمام. خسروا قدام الكاميرون، خسروا قدام السعوديه، خسروا قدام تونس، خسروا قدام المغرب، خسروا قدام اليابان. بالتالي هل اللي احنا انه في مفهوم جديد اتولد في كاس العالم قطر، ولا احنا ده بس مجرد استثناء والامور هترجع لشكلها الطبيعي بعد كده؟ فاكر حضرتك اول مباراه كل مونديال في لقطه قدام كسبت الارجنتين بهدف مانبيك قدام فرنسا بالظبط. هي هتيجي طفرات كتير بس مش هتكرر. ايوه المره دي ما كانش تيتي مدرب منتخب برزولك. انا فهمت درس اللي قضيته السعوديه على الارجنتين وفهمت الدرس بتاع مانبيك. العربيه مش هتكمل معانا ومش هتصمت كتير، الضغط عليها يبقى مبادل حاجه تانية خالص. كده حضرتك لو انا من ضمن اللجنه اللي بتختار احسن ناشئ قرب الارجنتين او ممكن انت تكوينه بجسماني ما تتخيل الامكانيات دي تطلع من لعيب رقم 8. لفت نظري من اول مباراه لعبها امكانيات وكل حاجه. احنا بنقول الدروس المستفاده احنا اللي عايزين نستفيد، احنا مصر احنا اللي عايزين نستفيد من اللي احنا شفناه. احنا قريبين نستفيد، احنا قريبين مبدئيا. يعني احنا شايف ان احنا قريبين من الكلام ده ولا احنا اللي احنا شفناه امبارح؟ عموما يعني اجمالا الكره اللي اتقدمت، شخصيه المنتخبات اللي ظهرت، الفوارق اللي دابت، شايف انه مصر لو موجوده في كاس عالم او هتروح كاس عالم قريبه من الكلام ده ولا احنا في حته تانية خالص؟ لا طبعا خالص. احنا بنتكلم على الذكرى بس ان احنا كسبنا المغرب، احرجنا بلجيكا، دي امور عاديه. لا اللي احنا شفناه ده، لا احنا نروح في حته، ما نروحش في حته تانية، ما نروحش هناك خالص. بالاداء اللي احنا شفناه من منتخب السنغال ولا الكاميرون ولا منتخب المغرب ولا تونس، لا احنا لازم نعيد حساباتنا من جديد. نسيبنا من الكوتشينه القديمه دي خالص، نفكر في الجديد بقى، الجديد اللي هو التخطيط ان انا اعرف اوصل. هو ما فيش حد بيوصل للعالميه غير النادي الاهلي. النادي الاهلي عشان في تخطيط، في اسلوب، في فكر، مش بالحظ ولا بالصدفه ولا مصاب قوم عند قوم فوائد ان انا بخش كده وخلاص. لا انا بمثل وبمثل تمثيل مشرف وبعرف انا بوصل لغايه فين. لازم يبقى عندنا فكر ناشئين، ويعني يعني هنقول انت صعدت كام لاعب، مين لفت نظرك غير صلاح؟ زي ما انت بتقول منتخب ميسي، انت بتقول منتخب مصر منتخب صلاح، نفس الكلام نفس الجمله. هو منتخب صلاح لانه صلاح افضل لاعب في الجيل الحالي بس خلاص. انت بقى اختياراتك فين؟ ما بتجهزش ليه؟ ما بتشتغلش على نفسك زي 2006 و2008 و2010؟ هي بقت مشكله ان انا هقارن، ما عملتش جيل زي ده تاني ليه؟ حسني وشوقي ووائل وهاني سعيد وعصام وحمص كل واحد فيهم له تاريخ، ومتعب وزدان وميدو، الناس دي موجوده، وعمرو زكي، اسماء كتير عشان ما انساش حد، وفتحي وسيد معوض، في ناس كتير قوي. ايوه اعمل. انت في الجيل ده ما تعرفش تختار منتخب مصر، يعني ما تعرفش تحط تشكيل منتخب مصر. اعمل. هو الكابتن حسن كان عنده صعوبه ان هو بيختار في الوقت ده، ما هي دي اللعيبه اللي كانت موجوده. هو ده القماشه، القماشه دي بقى ترجع لمين؟ ايام مانويل جوزيه كان ال 11 ولا ال 12 ولا ال 13 لاعب بتوع النادي الاهلي يروحوا المنتخب كلهم. بركات وائل جمعه والنحاس وحسني وانا اسف وشوقي كل دي كانوا موجودين. والاحتياط اللي بره او الغيار من اللعيبه الاساسيه الموجود، انت بتختار بانهي عين؟ بعين للصالح العام، عين الصالح العام وليس الصالح الخاص. هي قطر امبارح ما كانتش سعيده بالافتتاح وسعيده بالنهائي وسعيده باللي قدمته وسعيده اللي صورت الصوره للعالم كله بالاسلوب ده. ما اللي جاي بعديه امريكا وكندا والمكسيك مش هيبقى كده. او شوف لسه في 4 سنين. اشك امريكا برضو كان امريكا ماشي. انا موافق كابتن عمرو. انا موافق يا استاذ امريكا أكيد. انا عارف انت استفدت كتير وعارف بس اللي احنا شفناه محترم ومبهر بس هتعمل ايوه زيه. ده مش كلامنا احنا بس مش هتعدي بالمناسبه. يعني العالم كله بيتكلم الحقيقه على كده. على بطوله ناجحه جدا. يعني هم نجحوا الحقيقه على تنظيما، على كافه المستويات، اخلاقيا، الدين الاسلامي بشهرته وبكيانه، وصل باسلوب راقي والناس كلها احترمته، عدم التجاوزات والتنازل لاي حد اللي بيغلط بيترحل، حاجات كتير قوي. اما الفرق الثانيه
او المنتخبات التانيه ادتك الضوء ده اخلاقيا وتربويا زي اليابان، بس انا هتنضف مكانها. عايز ارجع تاني لكاس العالم. تمام، في نقطة مهمة جدا، يعني اما اجي بص مش بس للنهائي، يعني تعال نبص لمربع الذهب للدور قبل النهائي، الاربع منتخبات اللي لعبوا العلامة الكاملة، لعبوا سبع ماتشات في البطولة. تعرف سبع ماتشات دي يعني اعلى عدد مباريات ممكن تلعبه في بطولة كأس العالم. لما اجي ابص عليه هلاقي كرواتيا كان بيتقال عليها في بداية البطولة منتخب العواجيز، هلاقي منتخب المغرب منتخب غير مصنف، وترشيحات وصوله للمباراة النهائية كانت 0.01. بالظبط. هلاقي منتخب الارجنتين وهو برضو مش المنتخب المثالي او المنتخب المدجج بالنجوم طريقه كان اسهل بكتير من الفرق الثانيه. طبعا طريقه كان سهل جدا، وكرواتيا خدمته انها خرجت البرازيل. بالظبط. والمنتخب الوحيد اللي فيه سكواد على اعلى مستوى تقدر تقول عنده فرقتين هو منتخب الفرنسي. فقصه البطوله مش قصه امكانيات لعيبه، ومش قصه سيفيهات، ومش قصه اسماء، ومش قصه قيمه تسويقيه. اكيد في حاجات ثانيه توصل للقب زي لقب كاس العالم، وقيس على كده اي بطوله بقى. انت بتتكلم يعني عن الاربع فرق، كرواتيا والمغرب بيلعبوا ثالث ورابع، والمانيا واسبانيا مش والبرتغال موجودين، وهولندا وانجلترا مصيفين بدري، وتخيل حضرتك مش موجوده خالص في السفريه او في البطوله خالص ايطاليا طبعا مش موجوده. لا احنا بنتكلم في شغل. احنا لما قلنا ان منتخب مثلا، هنتكلم عن المنتخب العربي الاول، منتخب المغرب لما كان موجود احنا قلنا اقصى الطموح يوصل 16 مثلا. واما لقينا ده يعني ممكن نطلع 8. شويه يبقى 8. وصل ان هو ابهر العالم وابهر كل المنتخبات بالاحترام في اداء اللعيبه. صحيح. مش اسمه ولا عادي، يعني وحيد خليلوزيتش اما ازاي حكيم زياش ده مش موجود. ازاي مين عز الدين قناحي، مين مرابط، مين بوفال، شفنا اسماء كتير في ظل. نتكلم بقى في الحته الفنيه بقى، انا واحد من الناس قلت رقم واحد هتلاقي بدر بانوه مش موجود. ايوه. رقم ثلاثة من اللي موجودين يعني انت بتحتاجه في حاجات معينه في مباراه البرتغال عشان يلعب العاب الهواء مع كريستيانو. يعني ايه يا جماعه الناس دي؟ ايه الناس دي بتخطط رغم ان هو بقاله شهرين بس، شهرين ونص وليد الرجراجي ماسك المنتخب. بص بقى الجروب اللي شغال معاه، المحللين الاداء اللي كانوا شغالين بره في البرازيل وشغالين في بلجيكا، الشغل، اداء اللعيبه، تغييراته، وجوده، حضوره، شخصيته، جرأته، حاجات كتير. يمكن هو فرط في جزء واحد بس من الجرأه دي، ان هو ما كملهاش، ان هو في مباراه كرواتيا غير خمس لعيبه في الفرقه. هي دي اللي يعني قلنا ايه، احنا عشمانين في التالي. الراجل طلع يعتذر لجمهور الكوره في المغرب عشان حقق المركز الرابع. ده يعني لو حصلت عندنا يعني انت متخيل ده كان كسر الدنيا. طبعا. لا و اسلوبه يا استاذ احمد على مدار السبع مباريات ما بيتغيرش. لا عجبني كمان انه مدرب وطني، يعني ما هو يعني قال لك خد بالك انه وليد الرجراجي مدرب الطوارئ. احرج المنتخب في طوارئ. احرج منتخبات العالم في طوارئ. هو مدرب وطني، بس مين يقدر يقول مدرب وطني غير اشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان او خليل او حكيم زياش؟ لا دي كيمياء، ثقه، شخصيه مدرب مع لعيب، وازاي اغيرك وانا ايه الفكر وايه الهدف. كلنا بنلتف حوالين النجاحات. افضل مدافع في البطوله من وجهه نظرك؟ افضل خط دفاع في البطوله من وجهه نظرك؟ وافضل مدافع؟ هقول لك على حاجه، يعني خد بالكوا كابتن عمرو يعني سي في ايه، لعب على مهاجمين من كل القارات. لعبت على مين يا كابتن عمرو؟ ديل بيرو في ايطاليا، جارديولا، اسبريلا نجم كولومبيا، اسبريلا فاكره بتاع كولومبيا، الحاول القطري مبارك مصطفى ومحمود الصوفي. يعني من اتنين فراوده اقوياء جدا، واحد 2 متر 18 ولا 17 حاجه طويله، غير ما خش على النت واكتب محمود الصوفي الصومالي الجنسيه جنسيه قطريه، لعب معانا في برشلونه. دينو باجيو في ماتشات وديه كنا بنلعب منتخب ايطاليا وتعادلنا 1-1 ولعبت عليه، ما عرفناش الاسماء دي بقى الا بعد شويه. يعني جارديولا كان موجود، ديل بيرو كان موجود، ديل بيرو طبعا نجم ايطاليا، وجارديولا اجمل المواهب اللي قدمتها ايطاليا كره القدم. الاسهل انك تلعب على لعيب حريف ولا تلعب لعيب قوي والعاب هوا وكده؟ يعني لا ده انا اتمتع مع قوي العاب الهوا ده. الحريف ده يعمل لي صداع في دماغي. مين افضل مدافع في البطوله؟
هقول لك على حاجة، هي البطولة دي حراس مرمى وديفندرات ما كانش فيها حد ملفت للنظر في خط الظهر. خط الظهر ما حدش لفت نظره. لا ما يمكن هقول لك المدافع بتاع منتخب فرنسا اللي نزل في آخر المباراة الأسمر ماتش امبارح، كوناتي يعني ده بيلعب في ليفربول طبعا، لو بدري لو كتير شوية هادي وراسي وعنده. شفت الديفندرات هي بقول لك لغز البطولة، مرابط، بوفال، عز الدين قناحي، معجب انت من المغاربة قوي قوي، هم يستاهلوا قوي جراء. هقول لك على حاجة، ادي الفرص الحظوظ اللي جت للمغرب في مباراة فرنسا بضربتين الجزاء الماتش اتقلب، الكورتين اللي راحوا بيهم الفرصتين. هو احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل، يعني انا شايف انه كلمه طبعا، يعني شايف انه السبب الرئيسي في خساره فرنسا اللقب دي ديشان، يعني تشكيلته وطريقته في بدايه المباراه كانت سيئه جدا لغايه الدقيقه 80. انا شايف انه التغيير اللي قلب المباراه كومة. اللي غير السيناريو كومة. خروج دي ماريا من الارجنتين ونزول كينجسلي كومن في فرنسا، دي حقيقه. هم دول اللي كانوا المفروض يعني، او كينجسلي كومن تحديدا، كنت شايف انه ازاي يعني ازاي لعيب زي كومن ده يقعد على الدكه. لا ما يعني رقم 20 اكثر من رائع، يعني اقول لك على حاجه، كان في اربعه بيهاجموا فرقه فرنسا يعني لغايه الدقيقه 80 انت ما شفتش امبابي خالص. ال 10 دقائق مع الوقت الاضافي الاول والثاني هو اللي مستحوذ على كل مجريات الملعب. صحيح. قبل ما نكمل كلامنا سمحنا نروح لفاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده وضيفنا في السادسه الكابتن عمرو الحديدي. انت من وجهه نظرك بتبص للكوره ومستني المتعه، مستني الاثاره، مستني المنافسه، مستني حلاوه الاداء، لكن في ناس تانية قاعده بتبص بشكل مختلف تاني. لما الموضوع بيزنس كبير جدا واحنا بنتكلم على وكلاء اللاعبين، بالتاكيد بطوله بحجم بطوله كاس العالم سوق في عرض وفي طلب وفي صفقات وفي نسب وفي عمولات، وخصوصا طبعا زي ما تابعتوا الارقام مع ارتفاع نمو العائدات الخاصه بوكلاء اللاعبين في الفتره الاخيره. بالتاكيد كمان مهم جدا تسال هل الانجاز اللي حققته الكره العربيه والافريقيه والنتائج الايجابيه اللي حققتها المنتخبات العربيه هيكون ليها مردود، يعني ترجمت بقى بطوله كاس العالم والمستويات القويه والشكل المحترم والاداء القوي اللي ظهرت عليه المنتخبات العربيه زي تونس والسعوديه والمغرب، نجاح المغرب في الوصول لدور قبل النهائي، فوز السعوديه على الارجنتين، فوز تونس على فرنسا. هل ده ممكن بقى في سوق الانتقالات واحنا داخلين على الميركاتو الشتوي يترجم بشكل يقول انه اللاعب العربي وبعد نجاح تجارب مثلا زي زياش وزي حكيمي وزي مزراوي وزي صلاح وزي محرز في السنوات الاخيره ان هم يوصلوا للمستويات الاحترافيه الاي كلاس، هل ده ممكن يساعد اكتر في 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 في, في تواجد اكبر على الساحه لنجوم الكره العربيه؟ نسمع راي كابتن عمرو الحديد. بص يا استاذ احمد، هنقول اللي انت حضرتك كل الاسماء اللي انت قلتها كانت الناس دي عارفاها تمام وعارفه امكانياتها وعارفه مقدارها المالي والسماسره اللي بتشتغل على ده. ايوه. بعد اللي حصل من الارجنتين، بعد اللي حصل من السعوديه والمغرب وتونس، خلاص بقينا في حته ثانيه، هنخش في حته تانية خالص بقى. في اسماء كبيره موجوده في انديه في دوري الدرجه الثانيه ودوري الدرجه الاولى في فرنسا، هتلاقي في حته تانية اجمد بكتير من يعني انت اول ما اتكلمت عن عز الدين قناحي قال لك برشلونه بتكلمه، مرابط ليفربول بيكلموه. ايوه. يعني انت هتلاقي بقى حتى المدربين يعني زي وليد الاجراجي بره ان هو ماسك منتخب المغرب ممكن يجي له عروض لانديه كبيره ومنتخبات كبيره. راجل ليه شخصيه وليه اسلوب وليه فكر كل الناس احترمته فيه. طبعا السماسره هتشتغل، اقوى موسم هتشتغل عليه في كاس عالم 2022 موسم الانتقالات الشتويه دوت للسماسره اللي موجوده، المانجر بتاع كل لاعب. مصر داخله في المعادله ولا 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 ده بتزكي بتسند بتواكب الموكب ده بالاسماء؟ ان صلاح برضه في حته تانية. أيوة. صلاح في حته تانية بره، يعني هداف الدوري الانجليزي والمحقق اعلى تارجت لليفربول، كل دوت للصالح العام. اذا كان انك بتبص يعني ما فيش صلاح، ما فيش محرز، ما فيش يوسف بلايل، الاسماء اللي احنا شفناها. أيوة. في كاس العرب. بس هي على فكره يعني مش بالضروره فكره انك انت تبقى، يعني انت كنت مثلا بتشيد وبتتغنى بمستوى وناحي نجم المغرب طبعا، وناحي بيلعب في نادي متواضع جدا في فرنسا اسمه انجي، ورايح هناك بعقد 90,000 دولار في السنه. انت مش متخيل ان هو يروح حته كويس ولا هو مرابط؟ لا لا لا، بس ياسين بونو وناحي ممكن تلاقيه في برشلونه، ياسين بونو ممكن يبقى في البايرن. انا بكلمك على تقارير صحفيه، مش بكلمك على هل الكلام ده يعني راي شخصي. مش تم
الاداء وتمت الترجمه. معاك في ده جدا. ما انا ده اللي بقوله لك انه 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 ممكن جدا يبقى تجربه الاحتراف عليها ليها فايده عائد يعني على اللاعب وعلى المنتخب اللي بيمثله من بعده، حتى لو كانت في نادي صغير جدا، مش بالضروره يبقى بدايه المشوار. اصل احنا عندنا ايه، انا عايز العب في ريال على طول، انا عايز العب في ما خدش الموضوع السلم التصاعدي مره واحده بالظبط كده يعني. ممكن تبقى البدايه في نادي متواضع جدا وتاخد تجربه وتتعلم وتفهم. صلاح كان بازل. في بازل، بازل سويسرا، والنني كان في بازل، تشيلسي، وزيدان كان في ماينز، بس خلاص. واحمد حسن اعتقد برضو بدايته ما كانتش اندرلخت، لا، وميدو كان في نادي فرنساوي كده اعتقد، مارسيليا كان في ابتدى في جنت البلجيكي قبل ما يروح اياكس، وقبل ما يروح مارسيليا، وقبل ما يروح مارسيليا وتوتنهام بعد كده وروما. يعني احنا بنقول ان الخطوه دي هتودي اللعيبه في حته تانية والمدربين في حته تانية. يعني انت بتخيل ان لعيبه المغرب كلها ال 26 دول فيهم 23 محترف وثلاثه بس محليين؟ لا تعالى لي بقى في الحته دي، لانه برضو ده نقطه مهمه جدا. النقطه دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في السادسه ورصدناها على مدار اكتر من حلقه لو تفتكروا. اللي بيتابعنا جمهور السادسه عارف الموضوع اكيد. فكره اللاعبين المصريين المولودين في الخارج، او يعني اتولدوا وبيلعبوا في كره قدم في دول اوروبيه، وتعرض عليهم بالمناسبه في اوقات كتير جدا ان هم يلعبوا باسم الدوله دي او ياخدوا جنسيه الدوله دي. واحنا طرحنا اسماء كتير جدا وقلنا انه من الممكن الاستفاده بتجربه دول في ان هم يكونوا دعم الجيل الجديد من المنتخب او المنتخبات المصريه. منتخب المغرب في 14 لاعب اتولد وعاش وتربى ولعب كوره في اوروبا، ونجحت اداره بيقولوا عليها الجامعه الملكيه هناك، الجامعه الملكيه اتحاد الكوره بتاعهم، يعني ان هم يتواصلوا معاهم ويقنعوهم ان هو يجي يبقى موجود المغربي. منهم مثلا زياش على فكره، يعني زياش كان زياش لعب بالفعل في منتخب هولندا، يعني زياش في منتخبات الشباب لعب في منتخب هولندا، ولكن لما يتواصل معاه المنتخبين المديرين القائمين على المنتخب المغربي عشان يمثل المنتخب المغربي الاول وافق، وبقى واحد من اهم نجوم الكره المغربيه في السنوات الاخيره. ازاي بتشوف ده؟ شوف السنغال نفس الحكايه برضو على فكره. السنغال في جزء كبير جدا من لعبتهم جيل تاني وجيل تالت اتولدوا وعاشوا في، يعني الاب او الجد هاجر اوروبا، والولاد دي اتولدت وعاشت في اوروبا ولعبت في اوروبا وتم التواصل معاهم ولعبوا باسم المنتخب السنغالي. وغانا نفس الحكايه برضو. استاذ احمد، 16 لاعب في منتخب فرنسا، منهم مغاربه ومنهم جزائريين ومنهم الاصول افريقيه. أيوه. هنقول زيدان من اصول عربيه، اصول عربيه، زيدان عربي. وبنزيما مش كانوا ممكن يلعبوا المنتخب الجزائر؟ أيوه. فرنسا رئيس الجامعه الملكيه سمير نصر قبل كده، الجامعه الملكيه ما فكروا ان هم يقنعوهم جيل الصالح العام ولا الناس بتفكر وبتخطط؟ بس طبعًا. خلاص فكرت في 14 لاعب. أيوه. احنا هنا نعرف مين، نعرف مين موجود في المانيا ولا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في هولندا ولا في اي دوله او في التشيك او في اي حته. احنا جبنا هنا 11 اسم ل 11 لاعب مصري ممكن نعرفهم؟ مواليد ممكن نبقى عارفينهم، احنا ممكن نبقى عارفينهم يعني ما نعرفش عنهم حاجه. ما نعرفش عنهم حاجه. انا فاهم، بس انا دوري ان انا اقدم المعلومه او اقدم بروفايل اللعيب، وهي دي اهم حاجه. أيوه. اتعملت ان الاستاذ احمد بيقدم سي في اللعيبه الناس ما تعرفش عنها حاجه. انا بتكلم عن، انت بتكلم عن 11 ولا 12 لاعب. ايوه. فرقه كامله موجوده في اوروبا مع مختلف البلاد، فرقه كامله موجوده. مين اللي عنده المقدره للاقناع بده ان يبقوا موجودين بيمثلوا منتخب مصر؟ يبقى انت بتخطط امتى انك وصلت ليهم. نيجي للتخطيط رقم 2، الاقناع. بعد كده كله سهل. هم عملوا كده يعني، اما فوزي لقشع عمل وخد قرار ان هو يجيب اللعيبه دي اقنعهم، واما فكر ان هو يستبعد المدير الفني قبل كاس العالم بشهرين ونص جاب وليد الرجراجي. هل هم ما شكروهوش على اللي هو فكر فيه؟ راجل بيفكر، عنده بعد نظر، عنده خطه طويله المدى في الشغل، عارف هو بيخطط لبلده ازاي، وعارف بيخطط للاعيبته ازاي، وعارف هيوصل لعيبته لغايه فين. وعلى فكره عشان في ناس بتقول او اختلط عليها الامر فكره انه الناس دي بتخطط والناس دي حاطه خطه طويله المدى، طب ازاي ده ممكن يبقى في تناقض مع
مهم جدا جدا نوضح النقطه دي يا كابتن عمرو. الناس دي عندها خطه طويله المدى وماشيه باستراتيجيه معينه، ازاي يمشوا مدرب الاساسي اللي وصل بيهم كاس العالم قبل كاس العالم بشهرين ويجيبوا مدير فني وطني. خليني اقول لحضراتكم الرد على الكلام ده، ان وليد الرجراجي مدرب وطني بيتم اعداده لقياده المنتخب من فتره طويله جدا، يعني مش وليد اللحظه او القرار ما جاش فجاه احنا زعلانين من خليلوزيتش طب هات مشوه هات وليد الرجراجي، لا في شغل او في برنامج محطوط لاعداد وليد الرجراجي بقاله فتره طويله جدا، وكانت اللحظه المناسبه بعد ما وصلت المشكله او المشكلات في اوضه اللبس والازمات اللي حصلت بين نجوم المنتخب المغربي وخليلوزيتش كانت مخاطره كبيره جدا لخليلوزيتش من وجهه نظرهم انه يقود المنتخب في البطوله في شهاده غياب النجوم دول. فقال لك لا شكرا خليلوزيتش، نجحت في الهدف الاساسي الوصول، ومن اللحظه دي هيكمل وليد الرجراجي. بص استاذ احمد، وضحت معلومه غايبه عن اذهان الناس. ان وليد الرجراجي مش من الدار للنار. وليد ثلاث او اربع سنين من ايام ما كان في الوداد وحقق هو بالفكر وبالاسلوب المدرب الوطني كانوا مجهزينه، بس الوقت المناسب لعرضه لمنتخب المغرب هو جه في الوقت اللي استبعدوا فيه وحيد خليلوزيتش ومسك وليد الرجراجي. هم في الوقت ده بقى اما يجي يكافئوا الاسلوب والفكر والتخطيط، مش الراجل نجح نجاح اعجاز وانجاز مش هيكرر تاني في تاريخ المغرب. يحسب طبعا. اقفل معاك كاس العالم المنتخبات وافتح كاس العالم للانديه. ايوه، استقبلت ازاي الخبر الحقيقه؟ يعني هو يعني احنا اتكلمنا يمكن قبل كده مع جمهور السادسه وقلنا انه احتمال مشاركه الاهلي واحنا بنبص على 2023، يعني احتمال مشاركه الاهلي في البطوله في احتمال كبير جدا. قلنا انه عندنا ثلاث تحديات في البطوله دي، كاس عالم انديه وسوبر ليج وتشامبيونز ليج، وقد كان فعلا مشاركه الاهلي كمان في بدايه شهر فبراير لثامن مره في كاس العالم للانديه. استقبلت الخبر ازاي قبل ما اكلمك بقى في الاستعدادات والتحضير للبطوله؟ استقبلت الخبر ان احنا اول مره نشوف جواب بخطاب تملي الخطابات بتتاخر. ما بنشوف الفيفا. لا الفيفا ما عندوش الكلام ده. لا احنا ده حق النادي الاهلي. ايوه، وحق النادي الاهلي في كاس افريقيا ان هو يكون هو البطل. هو كان بيدي مخفيه ان هو الاهلي مش موجود. هو بقى ده يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النادي الاهلي جه في الوقت اللي كان عجب لكل الانديه وكل البلاد ان النادي الاهلي يبقى متواجد ويمثل كاس العالم للمره الثامنه في 2023 فبراير اللي جاي. في بدايه الموسم قلت انه الموسم ده مقسوم لجزئين، جزء قبل بطوله كاس العالم وده الجزء البسيط والسهل في المتناول، وخصوصا ان مقدماته بتقول انه في فتره راحه سلبيه وفي معسكر اعداد وفي جهاز فني جديد وفي قائمه خاليه من الاصابات، فبالتالي مش هتجد صعوبه فيه. الجزء الثاني الاصعب هو بعد كاس العالم، عندك هيبقى جدول مضغوط، عندك مشاركه في عدد كبير جدا من البطولات، محكات قاريه ومحكات عالميه، وبالتالي مستوى المنافسه والتحديات اصعب بكتير. هل بتشوف انه الفريق جاهز وان الفتره اللي هتفصل بيننا وبين البطوله كافيه وجاهزه لتحضير الاهلي قبل البطوله ولا لا؟ يعني هنقول الفتره اللي النادي الاهلي تكرر له نفس السيناريو، اعتقد ان بقى في خبرات ان احنا نقدر نتعامل مع المواقف دي ازاي. النادي الاهلي دلوقتي عنده فرقتين كاملين وهتجيب تدعيمات في المنتدى الشتويه طبيعي ما فيهاش كلام. النواقص اللي موجوده ده طبعا من لجنه الكوره والمدير الفني مستر كولر هيختار اللي هو محتاجه. الاصابات اللي كانت موجوده، الاهلي كان في السنه اللي فاتت 28 لعيب كانت مستشفى النادي الاهلي، اللي خارج داخل واللي داخل خارج، اللي بيخف بيرجع تاني. اصابات كانت اصابات كتيره، اللعيبه كتير ومحمود متولي. احنا بنقول يحافظوا على نفسهم. نفسي اقول حاجه بس يا استاذ احمد مهمه جدا من خلال برنامجك. نفس الجمهور ما يضغطش على لعيبه النادي الاهلي، هو اصلا مضغوط، هو بيأمل وبيتمنى. انت شايف ان الجمهور بيضغط يا كابتن عمرو؟ نهدى، ما فيش حد بقى بيتمنى الفشل. ما فيش حد بيتمنى انه يخسر. بس يعني انا ايه نوع يعني انا من ساعه ما ابتدينا الموسم ده حتى بعد التعادل مع فيوتشر انا شايف ان الجمهور الحقيقه بس هو انا عايز اقول ايه يعني في حاجتين. ما فيش اي ضغط، بالعكس الجمهور علاقته باللاعب الانجاز. ايوه، واسم النادي هو رقم واحد. مظبوط. اللاعب يفصل علاقته بالجمهور بالتعامل مع السوشيال ميديا، ما تتكلمش، خليك تملي مركز في اللي انت فيه. سمعنا كلام كتير على لعيبه كتير، افصل ده وركز في شغلك وبس. انت اتعاملت مع ضغط جماهيري مباشر في المدرجات.
يوه مظبوط، يعني كتير. الجمهور بيحضر تدريبه فبيقول اللي هو عايزه، حق. جمهور بيحضر في الماتش في المدرج بيقول فبيقول اللي هو اللي هو عايزه عايزه. ده تعاملك مع مع الجماهير. الجيل ده، ما شافش ده، الجيل ده ما شافش جمهور في المدرج، الجيل ده شايف جمهور على واقع وهمي، على واقع افتراضي، على واقع انا اسف في كلمه مدفوع وممنهج، مأجور. اغلبه ممنهج، يعني في ناس بتتحرك مفتعل. مفتعل. اه مفتعل من مين وغرضه ايه وهدفه ايه، دي قصه تانيه بقى. فانا مش اللي مش بقدر استوعبه ازاي السوشيال ميديا تكون بتمثل ضغطه، ممكن تبقى بالنسبه للجمهور دي قصه تانية، لكن بالنسبه للعيبه ليه ممكن السوشيال ميديا تبقى عنصر ضغط عليه؟ هقول لك على حاجه، انا مقتنع ان اللعيبه يعني من خبرات كباتن الفريق اللي موجوده وكبار الفرقه يقدروا يلموا الموقف بهدوء جدا، اي مواقف بتحصل لهم. احنا ما كناش بنخرج بره غرفه كابتن صالح غير لما كابتن شوبير وكابتن علي عبد الصادق وكبار الفرقه وياخدوا قرار، وكابتن اسامه احنا خرجنا نسينا اللي اتقال جوه، ما يطلعش اي كلمه، نشتغل على ده، اللي المكسب بيولد مكسب، بيقلل النقد، بيخلي الناس، احنا كان ايامنا ما كانش فيها الا قنوات متعدده والصحافه. ايوه دلوقتي بقت المواقع اكتر بكتير بكتير من الصحافه، ما عادش بيقرا جرايد، كله بيقرا المواقع، كلمه مكتوبه استاذ احمد عمل ايه، لابس ايه، سوى ايه، جاب ايه. احنا بنفكر النادي الاهلي، انتوا كلاعيبه حس ان الامور اللي حواليك دي مفتعله، افصل ما بينك وما بين الامور اللي بتبقى حواليك، فكر في التحقيق. ايوه فكل ما هتحقق كل ما هيقل الضغط، كل ما هتحقق كل ما هيقل الضغط، كل ما هتحقق كل ما الضغط هيتحول ليك انجاز. انت بتحقق الصعوبات، الضغوط اللي حواليك، واللي الناس بتتكلم عن لاعب لاعب، هيتكلموا عن استاذ احمد، هيتكلموا عن عمرو، هيتكلموا عن محمد، عن سين صاد عين، انت تخليك في الانجاز اللي انت بتعمله، مجرد انك عملته خلاص ما حدش هيتكلم. هيحصل سكون تاني عشان يقوم من تاني. البطولات انت، هنقول كلمه من ساعه ما مستر كولر جه 6 اسابيع قال لك بتكلموني على الملف رقم واحد هو مباراه السوبر، واول لما كسب رحنا في حته تانية. الدكتور والعالم وال انا لا بحب المبالغه قوي كده بالظبط كده، ولا ولا بحب بحب دي التشاؤم قوي كده، انا بحب يعني حاجه واحده، يعني ان النادي الاهلي من طبعه الكيان ده مفيش حد بيتدخل في اي امور تخص غير النجاحات. انت كلاعب بتحقق نجاحات، والمدير الفني بيحقق طموح من خلالك كنجاحات اللي انت عاملها، أيوة. والنادي الاهلي بيتوج اكثر ما هو متوج من المتحف اللي موجود من البطولات، نزودها كمان. ارتب معاك ورقي، ارتب واحدة معاك واحدة. ورقي. الموسم ده احنا اتفقنا ان الموسم جزئين، الجزء الاول ده الاهلي نجح فيه بشكل كبير، يعني ما فيش تمام. حاجه تقدر تقول انك انت عندك مشكله. لا انت في افريقيا ماشي، يعني مشيت كويس في السوبر، خدت اللقب على حساب الزمالك، وده كان لقب مهم جدا طبعا، وفوز مهم وكان جدا مطلوب في الوقت وكان ده. مطلوب في الوقت ده. وفي الدوري باستثناء النقطتين اللي فقدتهم قدام فيوتشر انت متصدر الجدول البطوله، الدوري فانت ما عندكش كارثه. لكن السؤال هنا اللي ممكن يبقى شاغل الناس، انت رايح بعد كده للصعب، رايح بعد كده للصعب حتى فيما يتعلق بالميركاتو، يعني بعد خبر كاس العالم. انا عارف ان جمهور نادي الاهلي مستني ميركاتو شتوي في منتهى القوه، تمام، في منتهى القوه، لكن لما اتقال خبر كاس العالم كمان، لا ده انا مش عايز بس كبر منتهى، الموضوع اكبر، ده انا عايز ميركاتو ضخمه جبار، بالظبط صح كده ولا غلط؟ طبعا. فبالتالي السؤال هنا، انت جاهز للي جاي؟ وايه اللي انت محتاجه في الفتره اللي جايه دي عشان تروح كاس العالم بشكل يليق بفريق رايح على الاقل ينافس على انه يوصل مباراه نهائيه؟ بتهيألي ده طموح الناس النهارده ان الاهلي طبعا يوصل للمباراه النهائيه. حقق التارجت باسلوبين، خد ملف مرحله مرحله. المرحله الاولى بلان ايه، اللي انا شغال في الدوري زي ما انا وحققت ان انا الاول لغايه ما اوصل كاس لكاس العالم. العالم، ومن كاس العالم من قبل 15 يوم بركز وبفكر باسلوب متطور اكتر طيب يعني عن انت الدوري عايز العام. تبص ماتشاتي في الدوري ده في الفترة اللي جاية دي على تمام، انها اعداد للبطولة، برافو عليك. هتثبت تشكيل، هتدور لعيبة، هحط في هتجرب لعيبة كتير. هجر انا عملت روتيشن كتير، تمام، هو عمل تدوير للعيبه كتير، ايوه في مجاميع معينه او لعيبه معينه مش هتخرج بره اذهان الراجل، الشناوي وعبد المنعم واكرم والمعلول ومتولي وديانج والسوليه وحمدي فتحي، هتلاقي لعيبه كتير، وطاهر وعبد القادر وكريم فؤاد. الناس بقى منتظره منك اللي هيحقق لك اللي انت عايزه كهداف لنادي الاهلي،
هتجيبه ولا هم ده اللي شاغل الناس بقى. هل الهداف بتاعك هيجي؟ الهداف اللي انت بتستناه؟ الاسماء اللي طرحت في السوق مصر كلها بتتكلم الاهلي هيجيبه 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 هيجيب. سيبوا الناس اللي بتدير بتفكر في مصلحه النادي باسلوب راقي. احنا بنفكر في مصلحه النادي ان احنا النادي بتاعنا يبقى في احسن مكان. الفتره اللي جايه هي فتره كل الناس تلتف حوالين النادي الاهلي. احنا رايحين بنمثل بصفه خاصه النادي الاهلي وبصفه عامه جمهوريه مصر العربيه في مصر أي. كاس عالم. لازم كلنا نبقى ملتفين للنجاحات دي. طيب مراكز تحتاج الى الدعم، يمكن يكون من الاسماء اللي حضرتك قلتها اسماء على اعلى مستوى ومعهم اسماء تانية عشان ما ننتقص ما نقللش من حق قدر حق. يعني في الاهلي الحقيقه اسماء على اعلى مستوى سواء شاركت بشكل اساسي او حتى ممكن تكون موجوده على الدكه وما خدتش فرصه او ما وصلتش للفورمه اللي تقنع مستر كولر انه يدخلهم بشكل اساسي، لكن في النهايه انت محتاج دايما في كل مركز لعيب واثنين اكيد اثنين وما يمنعش ثلاثه. هل بتشوف ان كل المراكز في الاهلي فيها واحد واثنين وثلاثه على نفس المستوى او مستويات او الفوارق في المستويات في قريبه، ولا في مراكز لازم تحتاج لدعم في الميركاتو ده؟ انت محتاج فيرود، فيرود معنى كلمه هداف مش راس حربه يعني. اه عندك مشكله ربنا يبارك له ويكرمه علي معلول. لو مش موجود هتفكر في مين؟ باك شمال. في كريم فؤاد يتطرف عشان اكرم ولا هتلاعب مين؟ وقت انك تراهن على موهبه طالعه، وقت انك تراهن على كريم الدبيس، وقت انك انت تراهن على محمد اشرف، وقت دلوقتي؟ انك انت انا بسالك يعني دلوقتي هل تراهن؟ لا مش هراهن. ما تراهنش. ما راهنش عشان يعني ما تلومش على مستر كولر انه انا عايزك وانت بتشتغل مع فرقه تطلع لي او تكتشف لي واحد واثنين وثلاثة من تحت. جاي. مش دلوقتي. مش وقت. مش في المرحلة دي. جاي. طبعًا. عشان ما احكمش. ايوه. أنا كمشاهد أو كمحب للنادي الأهلي بإعدام على اللاعب اللي هيشارك. يعني ما لو ما أداش. لما الناس تقول لك مثلا ليه ما تديش رشدان؟ ليه ما تديش مغربي؟ ليه ما تديش فاهم قصدي يعني؟ أنا عارف. ما هي فرقة النادي الأهلي تشيل أي حد. بنشرح طبعًا. بص يا أستاذ أحمد، النادي الأهلي لعبته تقدر تشيل أي حد. يعني أقول لك على حاجة، من الحاجات اللي بهرتني حسين الشحات الشوط اللي لعبه. التكالنج دي ما شفتهاش من حسين بقالي كتير. اوكي. هو ده قفشه. انا بهو بناشد قفشه من هنا من قناه الاهلي، انت من احسن لعيبه نص ملعب جت في مصر. فكر، مالكش دعوه بحد. فكر في نفسك. فكر في ازاي امكانياتك دي تجاندها للنادي الاهلي. انت وحسين وطاهر وعبد القادر وسافيو وشادي وشريف وحسام مطلوب منكم كتير عشان انتوا دوقتونا كتير. انتوا اللي عملتوا ده قبل كده. احنا عارفين امكانياتكم. الحظ مش ماشي في خطوه ولا اتنين مش هيفضل طول عمره معاند. هيديني برضه، هيديني في وقت انا محتاج فيه. انت محتاج فرود، فرود الراجل محتاج اللعيب اللي بيبني من تحت الهجمات وبيحضر. ايوه. زي عبد المنعم متولي. انا بقول الغلط عندك يا رامي انت وهاني وايمن اشرف وياسر. من الموضوع سهل. حضر، اتمرن على نفسك، اشتغل، حضر بالاسلوب اللي هو عاجب الراجل. ما هو الاجنبي ما يعرفش الاستاذ احمد ولا يعرف عمرو، مش عارفنا. ادائك هو اللي بيعرفه بيك. محمود متولي وانا مع حضرتك هنا ساعه سوارش قلت لك اكتر واحد مستفيد في ده، اكتر واحد حقه يبقى في المكان ده. اتكلم عن نهايه الموسم اللي فات بالظبط، اكتر واحد امكانياته وكورته، وقلت في كل القنوات صحيح. المسموعه او المرئيه انه لعيب كبير. وهو اشتغل ومالكش دعوه بحد، اشتغل على نفسك واشتغل على فكر المدرب وشوف اسلوبه راح لغايه فين وهتشتغل وهتلعب. في هزه حصلت، في هزه حصلت. سيبك من النقطتين اللي ضاعوا. انا قلت يعني في الحلقه تاني يوم ماتش فيوتشر، قلت انا اول مره ما بقاش متضايق لما الاهلي يخسر نقطتين، لانه في التوقيت ده احنا كنا محتاجين نقطه نظام شويه، سلسله المكسب المستمره نقطه فوقان عشان اللي جاي مهم. بالظبط كده. يعني بتبقى محتاج شويه يعني وجايه امتى تقف وجايه امتى؟ أوه. قبل كاس العالم للانديه. طيب. لازم تفوق. السؤال بقى، ماتش فاركو بكره ماتش صعب برضو. ماتشات الاهلي بالمناسبه لغايه كاس العالم كلها مع فرق بتلعب كوره، يعني كلها مع فرق ممكن تبقى طمعانه في الاهلي. ماشي. فعندي بكره ماتش مع فاركو. فاركو دلوقتي ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال اعتقد اللي بيمرن فاركو بعد الميدا ما مشي. ايه اللي مستنيه من الاهلي بكره؟ وايه اللي متوقع انه مستر كولر يغيره في الطريقه وفي شكل الاداء اللي ظهر بيهم عليه الاهلي قدام فيوتشر عشان نشوف الاهلي راجع تاني؟
هقول لك على حاجه، الجمله اللي سمعتها هو يعني ركنت عندها كده شويه وقعدت افكر فيها، ان الراجل بعد المباراه خرج على يلا تعالوا بقى نتكلم. تعالوا بص تعالوا بقى نتكلم، ايه السبب؟ ليه؟ ماليش دعوه بضربه الجزاء، وارد يحصل اي حاجه في حاجه زي، ليه فرطنا في ده؟ ليه الاداء ما كانش بالمستوى المطلوب؟ التوقف كان لصالح كل الفرق. اتوقع عليك غرامه قبل كده؟ طبعا اتوقع. بتضايقك؟ ضايقتني بس وانا متضايق كابتن رمضان ذللها بقعد معايا 5 دقايق. يعني كان في مباراه واخطات في مباراه اسوان، وانا طالع العب تكف بدماغي، الكره وقفت على دراعي، اتحسبت ضربه جزاء وخسرنا. فسمعت كلمتين جامدين قوي، فقلت يعني هو كل الناس، انا اللي الوحيد اللي شايف نفسي كويس. فكابتن رمضان قال لي طب وايه يعني؟ يعني ايه انت مش هتيجي التمرين؟ يعني ايه تمرينتين ما جيتش؟ وقع عليا الغرامه، الخطا اللي حصل، ووقع عليا الغرامه الغياب التمرنتين. وقال لي ياما هتغلط، انت المفروض تقف وتقف وتتحمل وتراجع نفسك. وابتديت اشتغل على نفسي واتمرنت مع الدكتور على اشكال فترتين، وبقيت ازود لغايه اما جات لي، واما جت مسكت فيها ما سبتهاش. بس اتعلمت ان هي دي الخبرات، اللي انا الخطا ده ما يهدكش، يعني الالم ده او الغلطه دي او الدفعه دي ما تهزنيش. 6 ريختر خفاف. لو جالي 10 انا عندي الديفنس ده. اللي بيبين المعدن هنا، اسمح لك يا كابتن عمرو اختم بدي، اللي بيبين من الكلام اللي بيقوله كابتن عمرو، انه الحاجات اللي زي دي بتبين حقيقي المعدن، قادر بعدها تقوم احسن وافضل واقوى من الاول ولا لا. ده اللي بيكشف بالنسبه للجمهور. على فكره ماليش دعوه بالاداره، ماليش علاقه بالجهاز الفني، بتكلم كجمهور، قادر تقوم وترجع احسن وافضل من الاول، هو ده اللي دايما بيحطك مجرد يا استاذ احمد حته خاصه جدا عندك، مجرد انك اديت نسي صحيح. اللي فاتت صحيح، هو بينسى صحيح. مش بيحاسبك هو عايز يحاسبك بالاجمالي، بس انت بتهيألك ان هو بيحاسبك بالفردي بالقطعه. نورت الدنيا يا كابتن عمرو، كل التوفيق لرجالتنا بكره في انتظار عرض قوي ومشرف يرجع لنا شكل الاهلي وادائه الحلو اللي بدا بيه الموسم مع مستر كولر. وبعد الماتش يكون ليها لقاء ان شاء الله باذن الله. عندنا كلام كتير طبعا في كل اللي جاي عن كاس العالم وعن تشامبيونز ليج، من 11 تبتدي المفرمه. بشكر نجمنا وضيفنا النهارده في السادسه كابتن عمرو الحديدي، شرفت ونورت كابتن عمرو. حبيبي يا استاذ احمد، نورت الدنيا وبشكركم على المتابعه. دايما نتقابل على كل خير في السادسة، تحياتي ليك.